جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا فضيلة الشيخ هذا السائل عن معنى هل ورد في التسبيح للسبحة شيء وهل هو جائز وما الأفضل؟ الأفضل أن يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل، ويجوز أن يسبح بالحصى، يعد التسبيح بالحصى، التسبيح الوارد عده بالحصى مثل ما كانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعمل هذا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في المسبحة إذا لم يعتقد أن لها فضيلة، إذا كان يستعملها لإحصاء التسبيح الوارد فقط كما يستعمل الحصى أو الأصابع، إذا استعملها من هذا القبيل فلا بأس. أما إن كان يستعملها يعتقد أن فيها فضيلة وأنها أفضل من غيرها فهذا بدعة، وهذه طريقة الصوفية الذين يتخذون المسابح شعارا لهم. نعم.